سباق الخيول العربية في انطلاقة الخيول على بركة الله تعالى وانطلاقة قوية ومثيرة كما تقول تايمان يتقدم للكوره على فوار كما عودة دائما انطلاقة قوية ومثيرة ابنك هلال يحاول ومريك حظ ايضا في الصدارة تنافس كبير بين الخيول كما تقول قيصر ينطلق خطوة ثابتة ويعز مريك انطلاقة متأخرة بعض الشيء تايمان يتصدر بعض الشيء الان مع ياسر مشرف في المنطقة الاول فريق خرقها موقع مناسب للانطلاق من الخارج ايضا على الغريفات يحاول ثلاثة خيول في المقدمة في الكوكبة الاولى ابن الهلال يحاول ايضا وتنافس بين عز بريق وقيصر من الخارج تنافس كبير بين بريق حرف وتاج مهان تاج مهان مع ياسر جبل يتقدم بخطى ثابتة بريق حرف الان وياسر حمد يطلب من بريق حرف على الانقضاض والانطلاقة لكن تاج مهان يتقدم بخطى ثابتة تاج مهان مع ياسر جبل اليوم يومك يا ياسر وها انت بثنائية ثنائية رائعة يا ياسر جبل الف الف مبروك صوت النمر